خلينا كده نتكلم ونقول انه يعني في حالة كده من الجدل الموجودة بالصور، بتقول الصور طبعا صور قطع الأشجار في حديقة الميريلاند في مصر الجديدة، وانتوا عارفين الميريلاند وجمالها والأشجار بتاعتها وجمالها، طبعا موجودة الميريلاند في منطقة مصر الجديدة. عشان كده وزارة البيئة أصدرت إيه؟ أصدرت بيان نفت فيه الواقع تماما. وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد وجهت بإرسال عدة لجان على مدار الشهر الماضي لمتابعة شكوى قطع الأشجار بحديقة الميريلاند، وأكدت على عدم وجود قطع لأي أشجار، وإن عمليات تقليم الأشجار متوقفة منذ فترة. يعني حتى مسألة تقليم الأشجار متوقفة منذ فترة. طب إيه الحكاية وإيه اللي بيحصل؟ خليني أروح للأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني عايزين نعرف ما حقيقة هذا الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قطع الأشجار في الميريلاند. الحقيقة زي ما حضرتك قلت كده في البيان، يوم 17 مايو اللي فات كان في منشور على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي اتكلم عن حدوث قطع الاشجار في حديقه الميريلاند، واتكلم عن ان ده تمهيد لتحويلها الى انشطه مقاهي وكافيتريات. في نفس اليوم تم تشكيل لجنه من المختصين في وزاره البيئه، وتم اجراء معاينه على الطبيعه، وتبين عدم وجود قطع لاي اشجار داخل الحديقه. تمام؟ تمام. بعديها رجعت الصور تداول الثاني يوم 10/6، وبناء عليه تم إعادة المعاينة مرة أخرى من خلال اللجنة المعينة من وزارة البيئة، وتبين عدم وجود أي تغيير عن المعاينة السابقة، وتم التنسيق الكامل مع السيد مدير عام الحديقة والتجديد على عدم تنفيذ اي اعمال تقليم او تهذيب الا بالتنسيق الكامل مع حي مصر الجديده والهيئه العامه للنظافه وتجميل القاهره. ايه سبب الجدل؟ يعني حضرتك شايف ايه سبب الجدل ده؟ ليه تحديدا يعني حديقه الميريلاند؟ لان هي مشتهره جدا بالحدائق بتاعتها الجميله والاشجار، ايه سبب الجدل ده؟ بصي يا فندم، دلوقتي حديقه الميريلاند زي ما حضرتك بتقولي هي حديقه ليها خصوصيه. تمام. ويمكن هي من اقدم الحدائق اللي موجوده في مصر. فعليا على الارض لم يتم ازاله اي نوع من انواع الاشجار. المنطقه اللي تم التصوير فيها كانت عباره عن منطقه داخل الحديقه غير ممهده، فيها اشجار ولكنها ليست الارضيه بتاعتها ليست ممهده. يتم فيها الان اعمال تطوير. أعمال التطوير دي تتضمن إنشاء مسطحات خضراء ومماشي عشان الناس تقدر إن هي مرتادي الحديقة يقدروا إن هم يدخلوا هذه المنطقة ويستفيدوا بيها. طيب خليك معايا أستاذ محمد، يعني أنا شايفة الصور أهي موجودة، حضرتك بتقول إنه في منطقة موجودة جوه حديقة الميريلاند هي اللي عليها أعمال تطوير، ده صحيح؟ بالظبط. طيب هل الصور دي التقطت من المنطقة دي؟ الصور حضرتك تم اليوم من خلال فريق عمل وزارة البيئة توثيق كامل الحقيقة من بره ومن جوه، ورفع الصور على صفحة مجلس الوزراء للتأكيد على أنه لم يتم إزالة أي أشجار من الحديقة. ولكن الارض هنا واضح انه مثلا ممكن تكون النجيله بتتجهز بتتغير زي ما حضرتك بتقول، قامت انشاء مسطحات خضراء ومماشي عشان حضرتك. الصور اللي هي اللي باينه، يمكن انا مش الشاشه مش قدامي، ولكن الصور اللي فيها الارض اللي ما فيهاش نجيله، ايوه هي دي الصوره اللي موجوده على الشاشه دي. بيبتدي ان هو يكملوا المسطح الاخضر ويحطوا مماشي عشان الناس تقدر تمشي عليه وتوصل للمنطقة دي وتقدر تستفيد بيها.
صحيح. طب ممكن اقول لحضرتك حاجه، يعني بما ان احنا نتحدث ايضا عن وزاره البيئه، هل لما يبقى في مثلا حاجات بحجم حديقه الميريلاند وفي اعمال تطوير، هل بيبقى موجود على الصفحه مثلا انه جاري في هذه الايام من الفتره من كذا لكذا اعمال تطوير كذا كذا، عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع الجدل، فيبقى في يعني شكل من اشكال البيان او شكل من اشكال انه في تطوير في هذه المناطق 1 2 3، هل ده موجود على الصفحة الخاصة بالوزارة أو بحديقة الميريلاند أو ما شابه؟ بصي حضرتك دلوقتي أي نوع من أنواع التطوير بتتم في الحدائق العامة أو في المسطحات الخضراء دي بتتبع الجهة الإدارية المختصة والتي تشرف على إدارة هذه الحديقة، وبيتم التنسيق المباشر بين سواء الجهة، سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة هي الجهة القائمة على إدارة هذه الحديقة، بيتم التنسيق الكامل بينها وبين الجهة الإدارية المختصة اللي بتبقى في بعض الأحيان الأحياء، وبعض الأحيان هيئات النظافة والتجميل، وبعض الأحيان بعض الحدائق التابعة لبعض الوزارات أو التابعة رأسا للمحافظات. فده بيتم أعمال التطوير بيتم التنسيق كامل بين الجهه القائمه على الاداره وجهه الولايه او الجهه الاداريه المختصه. اكيد عمليات الاعلان عن اعمال التطوير دي بتتم بالتنسيق ما بين الجهه القائمه على الاداره والجهه الاداريه المختصه، وهم اللي بيبقوا مسؤولين عن عمليه نشر عمليات التطوير. أكيد. إحنا عموما يعني أعتقد إن إحنا ممكن نفكر بإنه يكون دايما في صور، دايما يكون في إنه هذه المناطق تحت التطوير تبقى موجودة على صفحة الوزارة، موجودة على صفحة حديقة الميريلاند أيا كان، بحيث ما يبقاش في نوع من أنواع الجدل، وتبقى دي يعني شبه بيان أو شبه حقيقة تبقى موجودة، هيكون أفضل بكتير. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي.